واخي اعطيني الخط. طيب على بركة الله متابعي قناة شوف تي في 2021 عينا ما نشكيو في 2021 مستوصف البشيين متابعي قناة شوف تي في المستوصف ها هو والطبيب فينا هو والممرض فينا هو والإبرة فينا هي والدواء فينا هو متابعي قناة شوف تي في فكيف يعقل من قلب البشيين جماعة قلدامان مستوصف كيخدم جوج مرات في السيمانة والغريب في الامر اين معدات العمل متبعي قناه شوف تي في حدايا مواطن عداتو عقرب البارح واش يشرب الكامون وينعس حدايا مواطن اخر ولدو عنده 3 سنين مع شنو قاسو واش عقرب واش حنش هزو طار به التازة وقال لك لولا الالطاف الالهيه كنت غادي نمشي لا انا لا نسيبي لا ولدي قال لكم ما نسيبي معليش فما عسايا ان اقول متبعي قناه شوف تي في غادي نهضروا مع المواطنين البشيين وغادي نسمعوا القصه الاليمه والمؤلمه حدا هذا المستوصف لكن تاكدوا بعدا السلامه الاعلاميه اننا حدا مستوصف اللي مبلع متبع القناه وقناه شوف تي في ما هي الا ناقله للخبر ها انتم المستوصف ساد متبع قناه شوف تي في المرجو احترام مسافه الامان احنا محترمينها المرجو ارتداء الكمامه احنا دايرينها متابعي قناة شوف تي في طلينا في المستوصف لقينا جوج الجمل المرجو احترام مسافة الأمان راني محتربها المرجو احترام الكمامة راني دايرها اجي خويا حدايا معليش معليش انا اللي خصني ندير معليش عاود لي على الولي يدك اجي حدايا خويا السلام عليكم انا ساكن في مدينة دوار بشين انا ساكن في دوار بشين وعندي ولي عندي وليدات صغار كما المواطنين عاديين وما كنتش عليك عدوا لي ما عرف حنش ولا عقرب كون ما كانش عندي السيارة ممكن غادي يضيع ومشيت بواحد السرعة حمقاء هذا لقيتي ساد بس هذا ما كاينش ما عارف انا ما كاينش هو اصلا ساد وما عندوش هاد الادوية هاد مشيت بواحد السرعة باش غنخرج على راسي انا وولدي ونسيني باش نقد هاد الوليد وكون ما مشيت كنت عند بنو باجا يمكن تلتزا كون ما كانش عندي متر السيارة ممكن كون غادي علي هذاك الولد وديتو للانعاش راه ضربت تما 3 ايام وراه عندهم السكنة عندهم كل شيء هنايا وانت كتشوف فوقاش كيجيو هاد الناس كيجيو لنا جوج المرات في السيمانة فوقاش كيجي نهار الثلاثاء ونهار الخميس المواطن في بشيين متابع قناه شوف تي في الا بغى يمرض خصو يمرض اما الثلاث اما الخميس مرتي الاثنين لا مرتي الاربع ممنوع مرتي الجمعه ممنوع مرتي السبت ممنوع ومرتي الحل الا بغيت تمرض في بشيين اما الثلاث اما الخميس اخويا واحد الدقيقه الله يعطيك السر عاود لي على شنو ناقصكم في هذا المستوصف غير اجي هنايا اخويا انت كتمرض في الثلاث ولا في الخميس خصك تمرض اما الثلاث ولا الخميس ضروري لا شي راه نكت هادشي راه غريب اش خاصكم هنايا خايا خصنا حنا الاوربينونس هنا خصنا يكون هنا شي طبيب كبير باش يكونوا فيه جميع الادويه ديال الولاده كتبغي تزيد هنا المراه ما كنصلوا حتى التزا حتى واحد السيده حتى توفات جالها النزيف توفات توفات خلات سته الوليدات فوقاش ما 2000 وين هذا الولد هذا النيت الام ديالك اخويا الام ديالو انا نقدت عيطت للبينونس للجامعه جات يلا نصلتها وخلات له سته ليتان يلا نصلنا لها جالها النزيف لا صغير بزاف لا صغير بزاف هذا هو اللي خلات هذا خلات غير هذا كاينين جوج صغار على هذا صغير بزاف وكيسميتو حنا كنطالبوا بهذا الشيء خصنا خصنا كنطالبوا شي كيسميتو شي طبيب يكون هنا كبير باش يكون هنا الشروط ديالنا موفره ديال الدواء الادويه باش الا مرض شي واحد يضربوا ليه بره ديال الحريق المهم يتنقد ولا يمشي يضيع بعد عاد نوصلوه للمنواجه فعلى المباشر متابعي قناه شوف تي في او الى سمعتوا الحادثه اللي وقعت في 2018 ديال السيده ماتت نتيجه نزيف ما لقاتش هذا المستوصف مفتوح وما لقاتش السياره ديال الجماعه او لومبيلونس او الاسعاف موجوده ايضا غتهضروا مع الولد ديالها على اجي خويا غير واحد دقيقه الله يرحم الام ديالك اجي حدايا معليش 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 عاود على قصه الام ديالك اجي حدايا انا الوالده ديالي النهار اللي كان معايا هذه السيده هذا النهار اللي جينا نقدوها ما لقينا ما نقدو ما كان حتى واحد هنا في المستوصف هاد الدري اللي عيط ما كان انا شويه شويه كنت مازال صغير مني عيطنا للومبيلونس ديال الجامعه ما لقينا ما نقدو فيها مني وصلنا لتازا لقيناها ميته توفات وخلات وخلات بنيه صغيره هي الدري هو اللي هزها صافي مني توفات لكن الجنين عاش عاش مازال البنيه مازال معنا في الدار يعني كون كان هنا مستوصف ما غاديش توفى لنا الوالده ديالي الوالده ديالي وتخلي لي سته ليتامات في الدار
وانا ما كتشوفش انا ما كنشوفش انا قسيت في عيني على داك الشيء ودابا كنطالب ما كتشوفش عندي مقابل ستة ستة اللي تامة وهذا كان بلع نهار ما كانت كتموت نهار اللي كانت كتموت وما عقلتش نهار 21 في 4 المهم هذه شي 3 سنين دابا هذوك الشروط باش غادي نقدوا هذيك السيدة ما كايناش ديك السيدة الشروط اللي غادي يكونوا في هذا السبيطار ما كاينينش باش تنقد كون كاين انا لو بيرون لا هي التلقيح الدراري الصغار ولا الجرح ولا السير السيرو الا مرتي لا طونسيو لا مرتي شي مرض خاطر خصك تكري كورسا تتهود التازه ولا الكورسا والكورسا غادي طير تتازه ايوا هذاك الشيء لا لقيتي شكون يديك ومالو بنص الجامعه يقدر تلقاها فاس يقدر تلقاها مشات لشي بلاصه خارجه دابا خصنا حنا شويه لومبيلونس تكون هنا في المركز ويكون السبيطار شويه كبير الا عيطتي لومبيلونس كتجي ما كتجيش كتجي ولا يقول لك راه فاس ولا خارجه وهذا دابا ما كتستافدوش منه على هذا كيسميتو التلقيح كاين والدراري الصغار لا غير التلقيح ديال كوفيد 19 داكشي امور ديال الداخليه مشكور عليها لا بغيت نعرف انتم بحال دابا الا مرضتوا المرض العادي عادي الا جات لك الكحه يقدر تدي السيرو منها لا شي مرض خاطر باش دير شي حاجه اخرى خصك تهود الطبيب كيجي لهنايا كاجي واحد الطبيب هي اللي كتجي الثلاث والخميس كاجي الثلاث والخميس دابا راه مستمر انا مع التلقيح ديال دابا راه كاجي غير فرملية ممرضه ماشي دكتوره لا ممرضه وي فماذا يحدث متابعي قناه شوف تي في 2021 في بشيين متابعي القناه سمعنا بالمشاريع الكبرى ونسينا الاولويات حدايا شاب خلات له امه 6 ديال اليتامى وما كيشوفش نتيجه هذا المستوصف كان مبلعكم بعد عطاوه غير الاسعافات الاوليه ما كنتكلمش بزاف الامور ديال الصحه باقليم تازه لحقاش واخا نعيا نهضر كاينه التخريجه القانونيه فيا مندوب الصحه باقليم تازه واش كتعرف راه كاينه واحد المنطقه سميتها بشيين تابعه لجامعه قلدامان هذا كيحل غير الثلاث والخميس يعني الا بغيت تموت نهار يا ربي تسر بغيتي تمرض نهار الاثنين ممنوع بغيت تمرض نهار الاربع ممنوع نهار الجمعه ممنوع نهار السبت والحد ممنوع بغيتي تمرض خصك تمرض بالشيين اما الثلاث اما الخميس وغادي تلاقى هنا اما ممرضه او طبيبه لعل وعسى خويا اش هذا الشيء واقع عندكم هنا مرة كنشكر القناه ديال شوف تي في والله ينصر سيدنا اللي كيوسع على العالم القروي باش غادي يتجهز ودابا هادو راه حابسين الجهاز ديالو حنا البدايه بدينا مع هاد الناس على حساب توسيع المسالك لا اعطيني دابا على هاد المستوصف المشكل ديال المستوصف نعم سيدي حنا كنجيو عنده الثلاث والخميس دابا الا مرتي الاثنين حتى لا والو ما كانش اذا كان شي حاجه ولا مرتي الجمعه حتى خصك تمشي تمشي لتازه ولا تبقى كتستر الله واش حمق انا ولا انت دابا انا مازال ما فهمت حتى شي دابا انت الا مرتي نهار الجمعه خصك نهار الثلاث تجي لهنايا هذاك الشيء اللي كاين دابا هما داك الشيء حنا كنطلبوا من الله كنطلبوا من سيدنا الله يجازيه بخير وينصرو ويعلي كلمه ديالو كنطلبوا باش يعطيونا الامكانيات كانت هنا السياره ديال الاسعاف رجعت لعند التقني كيتمشى فيها وهذا هذا الدار ديالو هنا كيتمشى في ديك السياره اللي كانت هنا ديال الاسعاف سار بها كيتسار بها هي غير الاسعاف كانت دي اسعاف كانت ديجا الاسعاف شنو كيدير بها كان كيخدم بها المسالك كيخدم بها المشاريع ديالو هو هي الاسعاف هي كانت اسعاف سابقا كانت ديال الاسعاف كانت لومبيلونس ديال الاسعاف كانت هنا كتجي لهنا كانت كتجي لهنا لومبيلونس ورجعت دابا بدلوها حيدوا لها هذاك حيدوا لها الصباغه لا بخاسي ديال الجامعه محسوبه على الجامعه ولكن ما بقاش فيها اسعاف مكتوبه ما بقاش فيها اسعاف يمكن ما كتمرضوش نتوما هذاك الشيء اللي دابا هذا كيبغي يبان هذا التقني كيبغي يبان على المواطن من حيث هو ولد المنطقه كيبغي يدير واحد الحاجه الا بغى يديرها هو يديرها بغى يحيدها يحيدها هو والعضو الممثل السيد الرئيس ما جايب خبار يعني كيحسب بان ما السلطه راه دابا هنايا دابا هذا مبلع ما يحلش نهار الثلاث ان شاء الله هذاك الشيء اللي كاين ولا بغيتوا تشوفوا تجيو سريا وغادي تشوفوا من غير الثلاثه والخميس معروفين واخا سريا كيفرشونا واخا تجيو سريا غادي تشوفوا المنطقه متابعي قناه شوف تي في نتواجد امام البشيين او مستوصف القروي من البشيين دخل تلقى جوج كلمات مسافه الامان احترمها ودير الكمامه صافي ما كاين لا طبيبه لا فرمليه لا دواء لا والو هضرنا مع واحد الشاب خلات لامه سته ديال العيالات الا كنت سته ديال الابناء الا كنتو سمعتوا هذه واحد 3 سنين ام ماتت درت حمله للعماله عمي انت ساكن هنايا شيين ايوا واش تقول لي على هذا ها اش تقول لي على الطبيب لا الطبيب هذه كتجي نهار في السيمانه وما كان لا دواء لا والو
انا راه اسمع ما عندي شيء. كتجي نهار في السيمانه ولا يومين في السيمانه. كتسمع استاذ هذاك؟ هادشي اللي كتجي. راه ما كاين لا دواء لا والو. هادشي اللي كاين. والحاله انت كتشوف فيها انت بعينك. مبلع كتنبلع. مبلع. حنا الا عندنا شي حق هذا الدوار المصبن غادي يعاونوا معنا باش ناخذوه. ما عندناش الحق دبروا علينا في شي بلاصه فين غادي نمشي. لا 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 ما يكون خير. ما نبقاوش هنايا. لا ما يكون خير. ما يكون خير. خويا اش تعاود ليا على هذا؟ خويا انا راه تجي غير الثلاث. غير الثلاث. غير التلقيح. دابا انت كتمرض غير الثلاث ثلاث. ايوا دابا راه مرض خصني نشد كورسه ب 3000 ريال ولا 4000 ريال باش نمشي من هنا للتازا. هي ولا مرتي نهار ثلاث ما شفت لا كورسه لا والو. ما حتى واخا نجي عندها ما عندها لا دواء. ما كاين تخفيض يمكن. ما كاين. شي راه غريب اللي كنسمعوا دابا. ما كاين لا دواء لا والو عندها ما عندها حتى شي حاجه. انا هنا المراه ها هو هذا السيد كريتو دا المراه بالليل من هنا. السبيطار مسدود. حاملة؟ حاملة ها هو يقول لك ماشي ماشي جوج مرات. اش وقع؟ اخويا انا عندي. والسيد هذا المراه ديالو جا الحريق. جا عندي مع شي وحده الليل ولا شي. وحده الليل. قال لي الله يرحم والديك وهذه طوعت شويه هو خلص شويه وانا عاونت شويه ونقدتها. ممكن ما نقدهاش غادي تتبع الوفاة الأولى ديال المين ديال الصغير ديال هاد السيد هذا معايا وراه عنده ستة الوليدات وهاد الحالة هادي راه أنت كتشوفوا بها أنت ها السكنة ديالها فيها السبيطار راه هو ما كاينش اللي يسول فينا حنا يمكن ما محصيينش ولا ما محسوبينش ولا الله أعلم كنطلبوا من سيدنا إن شاء الله يشوف لنا الحالة ديال هاد القراويين وهاد المدينة فقناة شوف تي في أو العيلة التي لا تنام أقولها راك ما كتعرفونا منين كنخرجوا واي حاجه كتمس المواطن واي حاجه كتضيع حقوق المواطن مراسل قناه شوف تيفي كتلقى حداها كنتعرضوا للتهديدات للضرب الهادي 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 داكشي لا يهم لكن الامانه الاعلاميه كنأديوها ضربني هذا النهار غدا تلقاني حداك الا عيط لي مواطن مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه فكيف يعقل متابعي قناه شوف تيفي البشيين الا بغيت تمرض خصك تمرض غير نهار الثلاث واقولها لك حق الرد ورساله الى مندوب الصحه باقليم تازا واش كتعرف بان البشيين كيمرضوا غير نهار الثلاث ما عسانا ان نقول الله يرفع عين هذا الوباء وهذا الوباء اخي اجي يا اخي شنو الرساله اللي غتقول لنا على الوفاه الوالده ديالك وهذا فاش لقيتيه مسدود انا كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو يدير لنا هنا شي معدات اللي غيعتقوا بها الناس هنايا حنايا راه توفات الوالده ديالي ما غاديش نبغيها لشي وحده اخرى اللي غادي توفى هنا موراها عاودينك انا صبرنا حنايا انا وخوتي صغارين ما غاديش تجي شي وحده اخرى عاودينك توفى موراها انا كنطلب لسيدنا والرئيس ديال تازا يدير لنا هنا لابيلانس والمعدات اللي غادي تكفينا هنايا دابا الا برضنا راه هي انا نهار اللي تقاسيت في عينيا راه لقيت هذاك السيد هو اللي داني للطبيب عاوتاني هو اللي هو اللي داني راه ما لقيتش شكون يديني هنايا هادشي اللي لقاني اللي كنطالبوا من الدوله ونسيتنا خلات لك شحال الوالده ديال الاخوه سته كل شيء صغارين ما عندهم سته ديال الاخوه صغار خلاتهم ام توفت نتيجه اما تاخر سياره الاسعاف واما انها يمكن ما جاش الحريق نهار الثلاث ولا نهار الخميس يا ربي يرحمها يمكن كون جا الحريق نهار الثلاث لقاها دامت ما فهمناش مستوصف انت عداتك عقرب تعدات كعقرب غير التلقيح اللي كدير واه عطاتني واه عطاتك كعقرب فوقاش في العشيه البارح وكي درتي؟ رحت للمدينه كنتي تاسع نورمال ما خصك تجي لهنايا ايوا هذا هو القانون هو هذا ولكن حنا ما محسوبينش في هذه المنطقه ما عطاتكش الثلاث ما عطاتكش الثلاث كون كنتي واخا تجي نمشي ما عندهاش الدواء حنا ما كنمشيوش عندها كنمشيو لقلدامان ولا كنمشيو شي واحد ما عندهاش الدواء ديال التسمم ما عندهاش الدواء ديال التسمم الدواء التسمم واخا تعطوا العقل راه خاصو يهبط لتازا ما عندوش دواء التسمم هنا شي ابره اللي غادي دير له الولا اللي كان هنا راه كان ساكن هادشي اللي خاصنا نديرو دابا هاد السيده اللي كتجي هذاك الدواء اللي كيكون عندها كتعطيه للمواطن كتعطي للمواطن الدواء اللي كان على 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 طول السيمانه هذاك الشيء اللي كان عندها كتعطيه للمواطن ولكن احنا دابا كنطالبوا من سيدنا يفتح في هذا الشيء وهذاك الوزارة الصحة يحضرونا لوروبيرونس ويديروا لنا شي سبيطار يزيدوا في هذا السبيطار يكون كبير. السكينة كاينة في هذا الجهة. خير ربي كاينة كثيرة. كاين الناس. راه شادة شتي حتى من الجبل لهي كيبان لك ليه كلهم شادوهم لهنا. وكان كاين هنا لوروبيرونس حتى واحد ما يتوقع له يقدر إلا جيت أنا عضتني شي حاجة تنقدني ولكن خصنا شي طبيب يزيد هنايا. شكون هنا شكون هنا. ماشي غادي نهضروا حنا في هذيك السيدة اللي كتجي لهنا نقولوا لها لا كذا. هي هذاك الشيء اللي عندها كتعطيه للمواطن كتلقى الدراري الصغار كتعطي السيرو جات له شي بره جابها ضربها له داك السيد اللي راه تعامل مزيان بعدا لا معامله مزيانه الصراحه الله معامله مزيانه اللي شدت عليها انا معامله مزيانه ولكن حنا كنطالبوا كدير خدمه انا الطبيبه كي سميتو يزيدونا ماشي الاطباء هنايا باش تكون الشروط عندنا موفره الا مرض شي واحد
بعدا يتنقد. الا زيدت شي وحده تنقد باش ما يجيلهاش النازف. ها النتيجه، ها النتيجه. انا بروح انا اللي عيطت له البيلونس هذا، انا على الوالده ديالو خلات سته الله يرحمها في هذا النهار، سته اللي تان ما نقدنا درنا واحد مشيت للعماره احتجاج ديال كبيره فايت 200 الخلق والو، قالك نجيبوا لكم لا بيلونس حتى شي حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما شفناها لدابا. لها دابا دابا قصه 2018 متتبعي قناه شوف تي في، ما بغيناش تكرر برشيين، واقولها حتى المسؤول الى عنده حق الرد فقناه شوف تي في ديال الجميع. سمعنا الطرف الاول يمكن نسمعوا الطرف الثاني، لكن كيف يعقل في البشيين مستوصف يخدم غير يومين في السيمانه؟ هاد الناس راه ما كيجيوش ياخذوا عقد ازدياد ولا يقاليزيو لا كارت ناسيونال ولا يمكن لك تسير غدا، هذا راه مرض والمرض ما كتعرفوش فوقاش تزير الواحد. وصحه المواطن خص السكنه مجهزه ديال الطبيب يسكن هنايا، ما يمشي ما يجي، عنده جميع الشروط. يعني علاش كيحل غير يومين في السيمانه؟ ما كيسكنش هو كيمشي، وراه كاين المستوصف القديم اللي كان في الاول كاع كان تما الطبيب ساكن تما، ملي كتوقع شي حاجه لشي واحد كيجي عندك يلقى عليه. دابا الا وقع شي حاجه لشي واحد دابا فين غادي يمشي؟ هذا غادي يقام بالله، يقام بالله غادي نهودو لتازه ما لقيناش ضروري. ولا لا جيتي عندها ما عندهاش هذوك الشيء الشروط كتعطيك واحد الورقه كتعطيك التوجيه باش تهود لتازه، هذا الشيء اللي هكا انا عليها ترانسفير. هي هي تعطيك كتقول لك حتى وهي كتعطيك كتعمر لك الورقه وكتقول لك سير انا ما هذا الشيء اللي عندي في جهدي. متابعي قناة شوف تي في، البشيين والمستوصف اللي كيحل غير يومين في السيمانه كنتواجدوا امامه، ما عسانا ان نقول وزياره اخرى لهذا المستوصف للتوثيق. متابعي قناة شوف تي في، الباب مسدوده، جوج ديال الاحترام مسافه الامان والكمامه، يعني بعد عليا ودير الكمامه. من قلبي المستوصف الاقليمي نتمنى ان شاء الله الرساله ديالنا توصل للمسؤولين، ونتمنى ان شاء الله هذا المستوصف ان زياره قناه شوف تي في تكون عندها فال خير على هذا المستوصف ويحل السيمانه كامله. هاد الناس ما كيجيوش يقاليزيو ورقه ولا يقاليزيو لا كارت ناسيونال، يمكن له عين حتى نهار الثلاث ولا الخميس، بل صحه المواطن يمكن يشدك الحريق في الليل في النهار يشدك في اي وقت، وصحه المواطن فوق كل شيء. من امام المستوصف القروي بشيين، إذا بغيت تمرض إما الثلاث إما الخميس بشيين، أستودعكم الله.